في عندنا هنا شابتر 10 بتكلم على الماسكيلو سكيليتال سيستم. كمان هنا بدنا نعمل كأنه قاعدين بنتكلم على ايش انا بدي اعمل اسسمنت للجهاز العضلي. وبالمناسبة الجهاز العضلي مرتبط ارتباط وثيق بالجهاز العصبي. طيب عشان شوية سامحونا شوية المحاضرة هتكون طويلة شوية عشان نخلص بالمرة. بنتكلم على أول حاجة السبجكتيف داتا، بدنا نسأل على الألم. في عندك وجع، هذا الوجع ما له علاقة لا في أبدومين ولا له علاقة بالتشيست ولا له علاقة بالهارت. لا، بنسأله عن ألم بشكل عام، يعني ألم في عضلاتك، في عظامك، في أطرافك، في المفاصل. بنسأله هل كيف الريست عندك؟ يعني أنت لما ترتاح بتكون كويس ما فيش ألم، ولا لما ترتاح بتكون في عندك ألم كمان؟ هل أنت بتمارس اكسرسايز ولا الألم وين بيكون موجود؟ بدنا نفهم يعني منك. اللي بعدها نسأله على الشيب والسايز اوف اكستريميتي، يعني كيف شكل الأطراف، كيف وضعهن، الموبيليتي كيف الحركة موجودة عندك، كيف الاكتيفيتيز الأنشطة اوف ديلي ليفينجز، يعني أنت كيف بتقوم بحياتك بشكل عام. هذا السبجكتيف داتا اللي احنا كل مرة بنحكي فيها. هل بتمارس رياضة؟ هل كيف أنت عملك؟ في مشكلة ولا ما فيش مشكلة؟ بصير عندك ستيفنس. ستيفنس يعني هو يعني كلكم عارفين شو معنى ستيف، زي التقلصات العضلية اللي بتصير. هل متى وقتش بتصير عندك في اليوم؟ هل إلها علاقة بالوزن تبعك؟ هل لما تحمل أشياء معينة؟ هل لما بصير عندك رياضة؟ في ناس بقول لك أنا بصير معي ستيف لما بسبح في البحر، بقول لك في بعض الناس أنا لما أجي أقوم، في بقول لك لما أكون قاعد بحس رجلي بصير فيه ستيف. لازم نسمع من المريض السنسيشنز، كيف الإحساسات، هل هي decreased or increased، يعني هل الإحساس عندك كويس، هل تأثر الإحساس عندك في آخر أشهر في حياتك قبل ما نجي نعمل لك assessment، أو لا قدر الله absent في حالة الباراليسيز. بدنا نشوف كمان إذا في redness أو swelling أو joints، يعني نشوف المفاصل هل فيها احمرار، هل فيها انتفاخ، هل فيها أي ألم. نشوف كمان history of fractures، أي يعني عنده تاريخ، او عنده مثلا والله حكى لنا شيء صار في عنده كسور زمان، وقع على ايده، وقع على رجله، صار عنده حادث. يعني بشكل عام بنقول عن احنا بنقول عنه اورثوبيديك بروبلمز او اورثوبيديك سيرجري، هل تعرضت لاي عمليات في العظام. اخر سؤال بنساله الاوكيوبيشنال هيستوري، يعني تاريخك الوظيفي بشكل عام، انت كيف وظيفتك؟ يمكن وظيفته هي المشكله، يمكن وظيفته بتتحمل انه بيشتغل في شغل زي طبار، زي بنا، زي كذا، او مزارع، فيها تعب وفيها ارهاق. بدنا نشوف هل اللي انعكست سلبيا على جسمه ولا لا. بقول لي assessment of musculoskeletal system done by a firstly، اول حاجه بده يكون by client works. لما نيجي اذا بدنا نعمل assessment صحيح، خلي المريض يمشي قدامك ويتحرك منيح هو في السرير وعماله بشكل واضح، يعني كأنه إنسان طبيعي. عشان هيك الطبيب الشاطر بقول للمريض اقف امشي قدامي عشان تشوف الفيزيكال اكتيفيتي، ويتطلع على حاجة اسمها الرينج اوف موشن. حاجات بسيطة ما بدهاش شرح كتير لأنه الأمر بسيط والمصطلحات سهلة. بدنا نشوف المصر سترينث، نشوف التون، نشوف الجوينت، كيف الجوينت، هل المفاصل كويسة ولا فيها مشكلة؟ المسل كونديشن، كيف حالة اللي هو العضلات، قوية، مرخية، اليمين أقوى من الشمال، الشمال أقوى، وهكذا. طبعاً لازم إحنا نفهم حاجة مهمة كتير، إنه أي مسل بروبلمز، يعني أي مشكلة في العضلات، هي تعتبر عرض لمشكلة في الأعصاب. كيف يعني أي مشكلة في العضلات؟ يعني لما واحد بيصير عنده باراليسيز، بنسمع بنقول فلان صار عنده شلل. مجرد ما يصير معه شلل بتلاقي العضلات ارتخت، على اعتبار ان الاعصاب بتغذي العضلات الناحيه الحركيه والحسيه، فبالتالي فبيقدرش تستجيب، ما فيش استجابه يعني للاعصاب من قبل العضلات فبترتخي. علشان هيك لما نلاقي في واحد عنده مشكله عضليه بدنا نشك دائما انه في عنده مشكله عصبيه. فبالتالي واحنا بنعمل اسسمنت لازم الاثنين نعملهم مع بعض، اللي هو الجهاز العصبي والجهاز العضلي. الجوينتس بدنا نشوفهم كمان، لقيت المفاصل هل كلهم بتحركوا زي بعض؟ لا طبعا، في يتحركوا بسهولة، في سميناهم فري موفابل. زي ايش فري موفابل؟ زي الني، يعني لو الواحد طلع بلاقي بيقدر يمد اللي هو الركبة، يعني عمال بحرك يمين شمال رجله لقدام لورا. وفي بعض الجوينتس سلايتلي، ايش يعني سلايتلي؟ تتحرك بس بصعوبة، زي السباينال فيرتبري اللي هو زي ايش المفاصل اللي موجودة بين ايش الفقرات اللي في العمود الفقري.
طيب هنا بقول لي assessment of muscle groups، بدنا نعمل كمان ايش هنا؟ تقييم للمجموعات العضليه اللي في جسم الانسان، خاصه اذا في لا سمح الله muscle weakness، هل في عنده ضعف في العضلات بشكل عام؟ هل في swelling؟ بيجينا بعض المرضى بيقول لك انا حاسس انه انا منتفخ عندي اللي هو هذا الجوينت او هذه المصل او هذا المكان، حاس في انتفاخ مش قادر، زي بعض الضربات والكدمات اللي بتصير في عند الحالات زي حوادث الطرق وغيره. نشوف السايز الحجم، ودائما ايش نعمل؟ كومبير، دائما قلنا نقارن ما بين الشمال واليمين عشان نعرف في سيمتري ولا في لا قدر الله ابنورماليتيز او انسيمتريكال لو سايدز. طبعا بقول هنا الجوينتس should not be forced، يعني ايش يعني should not be forced؟ مش لازم نضغط كتير واحنا بنعمل assessment على الجوينتس اذا كان فيها painful position. ايش يعني؟ يعني افرض اجانا واحد بقول انا منطقة الالبو بتجعني، لكن اذا انا فردت ايدي بهذا الاتجاه تجعني اكتر، ما بينفع اروح اقول للمريض طب افردها وريني، لا هنا ما بينفع. عشان هيك دائما في painful position ما بينفع اتدخل لانه الامر بكون اشد وشوية اصعب. طيب بقول لي انا observe gait and posture as a client walk into room، واحنا قاعدين بنعمل assessment بدنا نلاحظ كمان مشي المريض، وضع المريض كيف بشكل عام وهو قاعد بيمشي قدامي في داخل الايش الغرفة، عشان اقدر احدد انه هل عنده مشكلة ولا لا. حتى هو بيقول لي normally بشكل طبيعي دائما الكلاينت ووكس، ايش يعني؟ او انا وانتو نفس المشية الصحيحة، هي المشية بيقولوا عنها المشية العسكرية، يعني المشية الصحية هي المشية العسكرية. فبقول الكلاينتس ووكس ايش يعني؟ with arms، لازم ايديه يكون swinging، يعني يتأرجحن على الجانبين، زي تخيلوا معي واحد بيمشي وايديه اللي هو اليد اليمنى واليد اليسرى عمالوا بيتحركوا، يعني امام خلف امام خلف، والهيد والفيس ايش ماله؟ الهيد والفيس ليدنج، ايش يعني ليدنج؟ يعني راسه ووجهه يقود الجسم، يعني زي حكايه انسان منتصب ووجهه للاعلى وعماله، مش وجهه للاعلى قاعد بتطلع فوق، نو يعني بتطلع على مستوى النظر تبعه وبحرك ايديه، هي تعطى هي يعني بسموها يعني زي المارش، يعني زي كانها ايش هي؟ زي المشي العسكريه، زي المشي العسكريه اللي بيستخدموها اللي بيكونوا مشغلين في خلينا نقول في الامن. طيب loss of height، متى بصير loss of height؟ لا قدر الله، يعني هنا بقول لي لا معلش احنا ما وصلناش هنا. loss of height متى بصير الانسان بينقص طوله وهو واقف، يعني ارتفاعه متى، يعني متى بيكسر؟ طبعا اذا كان كبير في العمر واختيار جرياتريك ما في مشكله، لكن اذا كان صغير شويه ممكن يكون كلينيكال ساين للاوستيو ايش بروسس او اوستيومانيش، يعني ايا كان في يعني مشكله في مراكز النمو في العظم. لكن اذا كانت نورمال بروسس ممكن الانسان زي لما بيكبر في السن كثير بتلاقيه يعني شويه بيقصر شويه. عشان هيك بقول لي دائما مع الايجنج تعتبر نورمال لسمول اماونت اوف ايش هايت لوس. طيب ask a client to put each joint، كل يخلي المريض يحط كل joint through full range of motion، عشان اقدر اعرف انه صح وكويس. بنقول للمريض حرك لكل عضلاتك وحرك لكل المفاصل في الاتجاه اللي انت بتقدر عليه. وين فيها وين في weakness، يعني اذا لقينا والله في هذا الجوينت في ويكنس، بقول لي ايش هذا تحتيه خط؟ بدنا نعمل سبورت. ايش سبورت؟ بدنا ندعم شويه الجوينت عشان نقدر نخليه يتحرك، عشان اعرف انه هل المشكله خطيره وصعب حلها ولا المشكله ممكن تنحل بعلاج طبيعي او بعلاجات بسيطه. بقول نورمال جوينت بالنسبه للمفاصل الطبيعيه مش لازم تكون تندر، يعني نون تندر مش مؤلمه، without swelling ما فيش فيها انتفاخات او الم، وتتحرك بسهوله مو فريلي. عشان هيك ايش بقول لي دائما؟ الا الالدرلي بدنا ننتبه انه ممكن يكون في عنده swollen and stiff، هذا يعتبر نورمال، يعني ما حدا يجي يقول طب الاختيار انه تعمل assessment مش قادر يحرك لانه في عنده كارتريج ايروجن، ممكن يكون في عنده fibrosis تليف في الممبرين، خاصه يعني انسان كبر في العمر ومش قادر، خط يرس وصل 70 80 سنه مش قادر يحرك يعني المفاصل زي اول، هل اقول ابنورمال؟ لا، هذا يعتبر نورمال ايجنج بروسيس،
خلاص بنعتبر انه هذا نورمال فيسيولوجيكال تشينجز، لكن اذا كانت في الشباب ممكن احنا نلتفت الى اكثر. خلينا نستعجل شويه. اسسمنت اوف نيورولوجيكال سيستم، يعني اللي هو احنا بنساله عمالنا قاعد بنعمل فيزيكال اكزامينيشن، بدنا نركز على الكرينيال نيرفز. كلكم عارفين طبعا الكرينيال نيرفز هي عباره عن 12 بيرز، كثير من الطلبه بفكروها 12 فرد، لا هي عباره عن 12 زوج، يعني 24 كرينيال نيرفز، طبعا على اعتبار انه كل واحد له زوج يمين شمال يمين شمال. فيعني فعشان هيك زي الاوبتيك وزي يعني مثلا والسفرنجيال مثلا، انتوا عارفين اكثر اخذتهم في الاناتومي. الان بقول لي التستنج بدنا نعمل له فحص، نشوف كيف الهيد نشوف كيف النك، نفس الوقت بدنا نركز على المينتال ستيتس الحاله العقليه، كرينيال نيرف سنسوري فانكشنز الاحساسات، موتور فانكشن، سيريبيلر فانكشن وظيفه المخيخ، الريفلكسز اللي هو الاستجابات اللي هو التلقائيه كيف بتكون عنده. وهذا طبعا شغل الطبيب الاخصائي لما بيجي يستخدم اللي هو نيورولوجيكال هامر، زي ما تتذكر لما حكينا في الادوات اللي هي بنستخدمها في الاسسمنت. طبعا في سبجكتيف داتا، ايش بدي اساله؟ هل عمرك فقدت وعيك؟ في عندك دوخه؟ عمرك صار عندك زي نوع من ايش فينتنج، يعني حسيت حالك شويه مسطل او عمالك بدك توقع؟ في هيدك؟ كلها اسئله عامه لها علاقه بالنيورولوجيكال سيستم. في نمبلس خذلان، في باراليسيس لا قدر الله اللي هو شلل، في نيورالجيا اللي هو الم في الاعصاب، هل عندك فقد في الذاكره؟ في مشكله عندك يعني كونفيوجن سطلت يوم، فيجوال لوس فقد نظرك، في عندك بلورينج يعني عندك زغلله في النظر، في فيشل مثلا بين يعني الم في وجهك، هل في مثلا ويكنس زي بعض الناس اللي عندهم فيشل بلس اللي بسموه الشلل اللي هو بصير شويه، او بسموه بعض الناس بسموه اللطف انه بصير ديفيشن شويه الوجه على شقه ثانيه. بنسال على سبيتش بروبلم، كيف لغتك؟ بنسال اللي بسموه الافيزيا لما الانسان يكون فقد اللي هو اللغه. السولوينج البلع، بتبلع كويس ولا ما عندكش قدره على البلع؟ في درولينج اللي هو تسييل من الفم، يعني زي بنزل منه سكريشنز. نشوف كمان اذا في نيك ويكنس، الم في الرقبه او في سبازم يعني شد في عضلات الرقبه. طبعا كمان هنا بقول لي يعني بدك تسأل على يعني المينتال والإيموشنال ستيت بشكل عام، وإحنا قاعدين بنشرح عنها، ما هي أصلاً كلها أخذناها في النيرسينج كير بلان، يعني وإحنا بنجمع يعني الأمر مش حيجي وكأنه وإحنا بنعمل أسسمنت بدنا نفرد النيورولوجي لحاله. ما إحنا وإحنا بنسأل في الفيزيكال وإحنا بنقيم في البيولوجيكال وإحنا بنقيم في السايكولوجيكال، ببين إنه وضعه كويس وصاحي معنا وقادر يحكي ولا لا. الكونشس ليفل طبعاً لو أحد سألنا الكونشسنس، يا بكون فول رينج، ولما يكون فول بنقول ايش هذا؟ بصير كونشس اللي هو كومبليت اليرت كونشس، او لا قدر الله في بعض الناس بكون كومبليت انكونشس، يعني اما يكون كونشس او انكونشس او في النص حاجه اسمها سيمي كونشس. يبقى الكونشسنس 3 ليفلز، كونشس سيمي كونشس انكونشس. الانكونشس بكون انريسبونسيفنس يعني ما بقدرش يستجيب. طب كيف بدي اقدر احكم عليه؟ بنقدر نحكم على موضوع الكونشسنس، مرات بساله اسئله عاديه، لكن اذا ما قدرناش ولقينا المريض اللي قدامي صار في خربطه، في عندنا مقياس موجود في غزه موجود في العالم كله اسمه جلاسجو كوما سكيل، اسمه جلاسجو كوما سكيل. هذا عشان يقيس ايه؟ الليفل اوف كونشسنس. يبقى كيف بنقدر نحدد الليفل اوف كونشسنس عند المريض؟ عن طريق الجلاسجو كوما سكيل اللي هو المقياس، ها المقياس اللي بكون يقدر يحدد مستوى الوعي عند المريض. ايش هو الجلاسجو كوما سكيل؟ باختصار عشان نخلص، في هنا اربع اشياء زي ما انتم شايفين، حاجه لها علاقه بالايز بالعينين، حاجه لها بالفيربال استجابة اللفظية، حاجة إلى بالموتور استجابة الحركية، وحاجة اسمها التوتال في الآخر. إحنا ذول الثلاثة اللي بنسأل عنهم، وفي الآخر إيش في عنا التوتال. كيف يعني؟ الأمر بسيط كتير. أول حاجة مثلا بنيجي بنقول له مثلا بنطلع في المريض، إذا لقيناه بيفتح عينيه لحاله بتاخذ رقم اسمه 4، ما حدا يجري، هي زي 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 تدريجات، زي الواحد يقول مثلا نقول 70% أخذت 3، 80% أخذت 4، 90% أخذت 5 من 5، زي هيك. الأوبن أيز إذا بيفتح لحاله 4، إذا تو سبيتش إذا قلت له افتح عينيك وفتح عينيه بياخذ 3،
اذا ما فتحش عينيه، لكن انا جرسته شويه ضغطت عليه عندانه فتح، اخذ 2. اذا لا سمح الله ما فتحش باخذ رقم 1، فيش حاجه اسمها 0. نفس القضيه في الفيربال، اذا كان هو بيتكلم معي اورينتد باخذ رقم 5، اذا بيتكلم بس دايخ شويه باخذ 4، اذا ان ابروبريت ويردز يعني بيتكلم معي بس كلمات غريبه، يعني مثلا هو بيحكي معي بقول له كيف حالك، بقول لي اليوم راح والخميس ناكل، كلام غريب، هذا اسمه 3. incomprehensive sounds، انا بحكي مع بيعطيني اصوات غريبه جدا، بتاخذ رقم 2، اذا ما اعطانيش ولا حاجه بتاخذ 1. الموتور الاستجابه الحركيه، اذا قلت له ارفع ايدك رفع ايده، ارفع رجلك رفع رجله، باخذ رقم 6. اذا قلت له طيب وين الالم عندك، مش قادر ارفع دي، لكن قلنا له وين الالم، حدد الالم، لوكالايزد بين، حدد الالم، اخذ قديش، 5. اذا جيت عنده مش قادر احدد الالم بس اطلعت عليه لقيت عنده فليكشن، ايش فليكشن يعني، يعني متقرفص شويه يعني داخل لجوا منكمش، بياخذ رقم 4. لكن اذا كان اب نورمال فليكشن يعني منكمش بطريقه مش طبيعيه كانه عاصص على نفسه على الاخر، بتاخذ رقم 3، يعني زي حكايه سبازم. وهنا اذا لا سمح الله اكستنشن، ايش اكستنشن؟ يعني مرتخي على الاخر، مرتخي على الاخر، بتاخذ رقم 2. وذا فلاسيد، ايش فلاسيد؟ يعني اكرمك الله زي الشريطه، يعني رفعت ايده بتوقع، رفعت رجله بتري، يعني بصير الامر كانه يعني كانه امامنا هلام ولا شيء، بتاخذ رقم 1. طبعا ايش انا قصدت في هذا الامر؟ انه الانسان كل ما بيقرب على رقم ال 15 كل ما بكون ايش؟ كونشس، وكل ما بينزل على ال 15 بيبدا يقرب على السيمي كونشس، وبعدين بروح على ايش؟ على الانكونشس. زي كيف؟ يعني ممكن نسال سؤال نقول المريض الفلاني فتح عينيه لما انا سالته، فتح عينيه لما انا سالته وتكلم بس كونفيوزد مضطرب، وانا استجاب لي حسب الكوماندز، نيجي نحسبها، استجاب لي حسب الكوماندز اخذ 6، الكونفيوز اخذت قديش؟ 4. لما قلت له اوبن ايز مثلا فتح عينيه لما انا قلت له اخذت 3، لو قلنا 3 و4 7 وهنا 6 قديش؟ 7 و6 13، بنقول لا نير لكونشس، يعني ما شاء الله هذا كويس. لكن لا قدر الله لو بدا يقل، طبعا متى بنقول انه بدا المريض يكون خطير جدا؟ اذا بدا المريض ينزل عن العشرة وصل لـ8 بصير محتاج للعناية مركزة، بده يخش على الاي سي يو انتنسيف كير يونت، وممكن ما حدا يجي يقول لي طب والثلاثة، ما الثلاثة ميت خلاص. ليش؟ لانه واحد 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 فيش صفر، يعني واحد يجي يقول لي النن نن نن، واحد 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 معناته مات. علشان هيك كل ما بيطلع عن العشرة كل ما كان اقرب للكونشس، كل ما بينزل كل ما كان اخطر، وممكن يعني يدخل في ديب كوما ما يكونش يعني يقدر يسيطر على نفسه. طبعا assessment of behavioral طيب assessment of behavior and appearance. بعد ما خلصنا الجلاسكو كوما سكيل نيجي نتكلم هنا انه طب كيف انا بدي اشوف السلوك تبع المريض، كيف المظهر تبعه كويس ولا مش كويس، يعني كيف مزاجه، يعني كيف نظافته، كيف هو لابس. طبعا هذا كله يعتبر برضو يعطينا information انه كيف الكلاينتس mental status من غير ما اسأله. الان واحد عماله الدنيا شتاء ولابس يعني نص كم او كذا، او مش مهتم في نفسه وعنده بيزار behavior، بقول انه في مشكلة عنده في ايه، في mental status. كمان بطلع على appearance، على اللي هو المشهد، كيف الكلاينت فيلز، كيف بيشعر، كيف شايف نفسه هذا المريض، البيرسونال هيجين، كيف نظافته لجسمه، خاصة الانكمت هير، يعني اذا كان شعره مش يعني بلا مؤاخذه مش مشط، يعني منظره ديرتي بادي، خلينا نقول يعني منظره بشكل عام مزعج، يعني في قلة نظافة، بطلع في فينجر نيلز اظافيره غير شكل وضعه صعب، كل هذا ايش بقول لي؟ بدي اعمل له نقطة، يعني ايش بدي اسجله واعرف انه في مشكلة عنده، مشكلة ربما تكون العلاقة بالحالة العقلية. اللانجوج نشوف لغته، هل بيقدر يحكي؟ هل بيقدر يسمعنا؟ بيقدر يفهمنا؟ هذه لغة، اللغة اللي هو الكلامية واللغة الكتابية، خاصة كيف بتكلم، كيف بيكتب. بعض الناس تكون عنده مشكلة، كيف بقول لك انا مش قادر انا امسك حاجة بايدي، طب كيف بدي اتاكد من الامر هذا؟ بروح بقول له لو سمحت امسك هذا القلم واكتب اسمك،
بيحاول يكتب اسمه ما بيقدرش، بتصير هذه مشكلة، بتصير ايه؟ هذه مشكلة. تمام؟ بنعرف انه وبنقدر نعملها تحديد. طيب assess intellectual function، بدنا نعمل برضو تقييم للحالة الذهنية، هل هذا المريض ذهنه صاحي ولا في عنده مشكلة زي فقد الذاكرة؟ هل عمره لا سمح الله فقد الذاكرة؟ طب كيف ذاكرته؟ والذاكرة زي ما انتم عارفين، هل هي ذاكرة حالية آنية recent، هل immediate ولا past؟ ثلاث أنواع. يعني هل هو عنده مشكلة في الذاكرة اللحظية ولا الذاكرة القريبة ولا الذاكرة بعيدة المدى؟ بدنا نشوف كمان كيف معرفته، هل عنده abstract thinking؟ إيش يعني abstract thinking؟ يعني عنده تفكير مجرد. لما نقول كلمة abstract thinking يعني منطقي في الكلام، عكسها concrete thinking. كيف يعني؟ أعطيكم مثال عشان تعرفوا شو يعني abstract شو concrete. الآن لو المريض قاعد بيتكلم معي كأنه بيتكلم عن حاجة يعني غريبة، زي إيش؟ يعني ممكن أقول له شايف هالبلد؟ آه البلد مدمرة. أقول له طب إيش رأيك في محمد؟ محمد كويس، طويل، شعره أسود، بتكلم في شغلات يعني غريبة كأنه بتكلم على حاجة تفكير حجري، هذا اسمه concrete thinking. لكن لو أجينا قلنا له إيش رأيك في البلد؟ والله البلد إحنا خايفين، هل ينتشر المرض؟ هل يصير مشكلات سياسية بين البلد؟ الوضع الفقر، الشباب، قاعد يتكلم بطريقة منطقية، هذا إيش اسمه؟ abstract thinking، اللي هو التفكير المجرد. طيب في مرات بيكون في مشكلة عند المرضى في الجادجمنت، ايش يعني الجادجمنت؟ هذا حناخده ان شاء الله في سنة رابعة، في الحكم المنطقي. هل لما بنتكلم على اشياء بيحكم منطقيا؟ يعني بتحسه بيتكلم عن الناس بمنطقية، بيحكم على الناس على الاحداث بشكل منطقي، ولا لا قدر الله في عنده مشكلة؟ كله بكتبه. بدنا نشوف السنسوري فانكشن كمان، جهاز الاحساس تبعه، هل بيحس كويس ولا لا؟ ما هو الاحساس مرتبط كمان في الاعصاب، خاصة زي اللايت تاتش، يعني ممكن نخليه يمسك قطنة صغيرة ومغمض عينيه ونقول له حس هذه ايش هذه معناها، ممكن يقول لي قطنة، ممكن يقول لي ورقة، نشوف ايش بيقدر احساسه، ايش بيقدر ذهنه يحكم. في بعضهم بده لا بده اكثر، ممكن نستخدم اللي هو بن بريك زي الدبوس، يعني بقول لك لا مش حاس، زي خاصة بعض الناس اللي لا قدر الله عندهم باراليسز، عشان نتأكد إنه الإحساس شغال ولا لا بنجيب الدبوس وبننخزه في مكان تحت مثلا عند رجله أو أصابع رجله بشكل عام، عشان نشوف هل هو اتألم ورفع رجله ولا لا. بدنا نعمل assessment كمان للإيه؟ sensitivity للإيه؟ للفايبريشنز، هل هو عنده حساسية للاهتزازات زي الشوكة الرنانة ولا ما ملوش علاقة بالاهتزازات؟ يعني لو حطينا شوكة، رفعنا شوكة مش حاسس بحاجة، سمعنا ضجة، سمعنا ضجة ما سمعش حاجة، معناته بيكون عنده loss of sensitivity for vibrations. كمان بدنا نشوف sensitivity للpositions، كيف بقعد، كيف وضعه بشكل عام، يعني هل بقع لما بقعد هل كويس. ودائما تنساش انه دائما نقارن الاثنين، دائما تنساش وتنسيش انه نقارن ما بين الرايت سايد وما بين الليفت سايد، يعني ما نركز على الايد اليمين ونرخي الايد الشمال، او نركز على الرجل اليسار ونرخي الرجل اليمين. طيب الشابتر 12 اللي هو assessment of the breast، بدنا نعمل assessment كمان هنا. اول حاجة بدنا نسأل الأسئلة المعتادة subjective data، هل في tenderness، هل في بين؟ طبعا ما يجب بان انه بالاسئلة لازم يكون للفيميل، لا كمان البريست اسسمنت للميل اخطر، لانه لا قدر الله اي بروبلمز في الميل بريست اخطر بكثير من الفيميل بريست. التندرنس، في سويلينج، هل في تشينج في السايز، تغير في الحجم اوف ذا بريست، خاصه كان ابنورمال تشينج، انا ما بتكلم على ديفلوبينج يعني تشينج. هل في تشينج في البوزيشن اوف ذا نيبل، يعني خاصه منطقه الحلم هل فيها مشكله، راحت فوق نزلت تحت، هل في ديسشارج، هل في فرزات، هل لا سمح الله في سيست، في غدد، في لمس، حاجه زي ايش، زي كتل معينه، هل في ليجنز كمان، هل عملت عمليه او عمل عمليه في منطقه البريست. كل هذا بساله المريض قبل ما نعمل اسسمنت. الان الفيميل بريست، طب كيف بدنا نعمل اسسمنت؟ تاخذوه كثير في يعني في الميديكال سيرجيكال، كمان حيتاخذ ربما كمان بكره في الماتيرنتي نيرسينج. خلينا نحن بشكل عام بس عشان احنا يعني للعلم اكثر، كمان اول حاجه نعمل انسبكشن، بنخلي المريضه تكون قاعده او المريض قاعد، الارمز ايش مالهم ريلاكس، يعني بنحط بنخلي المريضه تحط ايديها على الجناب
على الجنبين، بعدين ايش هنا انسبكت اريولا، بنشوف الاريولا والنبلز وكيف البوزيشن تبعتها والبيجمنتيشن والتلون كيف بالضبط. هل لا قدر الله في انفيرجن، كلمه انفيرجن يعني رجوع النبل لجوه، لما يرجع النبل لجوه بسموها انفيرجن، بعضهم سموها ريتراكشن، مش مشكله لو عشان سمعنا المصطلح يعني داخل لجوه. هل في لا قدر الله ديسشارج، هل في لا قدر الله يعني بيطلع عمال الفرازات او كراستنج زي التشققات او قشور معينه قاعده بتطلع، او في ماسز لا سمح الله، هل في ماسز يعني في كتل موجوده في منطقه البريست؟ بدنا نشوف البريست تيشو بشكل عام، نشوف السايز الحجم الشيب اللي هو الشكل، نشوف اللون قلنا الكلار السيمتري اللي هو هنا يقصد طبعا الرايت والليفت، السيرفس الكونتور كلكم طبعا عارفين ايش بقصد في الكونتور، والسكن كاركترستكس كيف اللي هو الجلد في هذا المكان. بعد هيك بدنا نشوف الليفل اوف بريست يعني مستوى البريست نفسه، هل في سيمتري ولا في لا قدر الله يعني في رايت بروبلمز او في ليفت بروبلمز، بدنا نشوف اذا في اي مشكله او اذا في ريتراكشنز رجوع لجوه، او في لا سمح الله ديمبلينج اوف ذا سكن اللي هو يعني بعض اللي هو التقرحات البسيطه اللي بتصير في الجلد، او الندبات اللي هي غريبه بتكون على سطح السكن بنسميها ديمبلينج. بعدين بعد ما نعمل هلقيتها كان المريض حاطط ايديه على جنابه، بعد شوية من ايش بنعمل؟ بنخلي المريض ايش يعمل؟ Elevate her hands، بيرفع ايديه فوق راسه، وبنعمل ايش؟ يعني بنعمل Repeating for ايش؟ Observation، نفس اللي احنا لاحظناه هنا، بنعيد كمان مرة ملاحظته بس يرفع المريض ايديه فوق راسه، بعد هيك بنعمل كمان بنخلي المريض يضغط بايديه ايش؟ هاناي بريس هير هاندز تو هير هيبس على منطقة الخصر، يعني كأنه بيضغط بايديه التنتين على منطقة الخصر، وبنرجع نعمل كمان مرة اوبزرفيشن. يبقى في 3 بوزيشن، أول حاجة المريضة قاعدة أو المريض قاعد ايديه على الجناب عمل لها اسسمنت كامل، بعدين رفع ايديه فوق على رأسه، بعدين حط ايديه على الجنب أو على الخصرتين، وبنقدر نعمل اسسمنت بشكل كامل. طيب بقول افضل شيء ينعمل اللي هو يعني اذا ما قدرناش، اذا المريض صعب عليه في البالبيشن بالذات، البالبيشن بالذات هلا قلنا ايش احنا بنتكلم على انسبكشن، هنا في البالبيشن بقول افضل شيء يكون مريض ريكامبنت بوزيشن، يعني زي سيمي فاولر يعني، وانتم عارفين ريكامبنت بوزيشن. هذا الكلام مش مشكله، خليه مرور لكم انتم تدرسوه، ما داعي كثير نشرحه حتى ما نعمل امبارسنج فور يعني انوان بشكل عام، لكن انا بهمني انه نعرف نوت سكين تكستشر، بدنا نشوف السكين مويستشر تمبريتشر اور ماسس، في لا قدر الله اي مشكله رطوبه زايده حراره زايده، في لا سمح الله يعني كتل ورميه او مبينه واحنا بنعمل بالبيشن ممكن نبلغ الطبيب. ودائما ننساش نعمل كومبير، ايش يعني كومبير؟ نقارن اليمين بالشمال. طبعا إذا في لا سمح الله ماسز، إذا في لا سمح الله بدنا نشوف اللوكيشن والسايز يعني الشكلها وين موجودة وين بالضبط وضعها وإيش فيها أي مشكلة ممكن أنا أحددها وبروح بكتبها لمين؟ للطبيب المعالج. الميل بريست ما حدا يجي يقول إنه الميل بريست هل بنعملوش أسسمنت، بالعكس لازم نعمله، وفي كتير بعض الناس بيعتبرون حاجة بسيطة، لا مش بسيطة، صحيح هو بريف هو مختصر على اعتبار انه يعني الفيميل سبحان الله يعني انه البريست مجهز ومحضر لانه حيصير في بعد هيك اللي هو البريجنانسي، وبعد هيك بده يصير طبعا تغيرات الهرمونيه واللاكتيشن، وهذا حي سبحان الله بيعمل تغييرات في السايز والتشو نفسه تبع الفيميل بريست. طبعا انا ايش بقول لي هنا؟ بقول لكن نيفر بي اوميتد، ايش يعني نيفر؟ يعني بقول ولو انه قصير لكن ايانا انه نحن نعدمه او نتركه، يعني يو شود دو ميل بريست اسسمنت، ما نبعد عنه. اوبزيرف نيبل، بنلاحظ النيبل كيف، نشوف اذا في الاريولا بنعملها بالبيشن كيف الوضع تبعها بشكل عام، اذا في الستريشن، الستريشن التقرحات، في نوديولز ندبات معينه، في سويلينج ديسشارج، هذا كله لازم اذا لا قدر الله موجود، طبعا هي كاتب لنا هنا الطبيعي انه يكون مش موجود، لكن لو وجد لازم احنا ايه؟ لازم نبلغه للطبيب المعالج. طبعا الجينيتو يورينري اند ريبرودكتيف اسسمنت مش مشكله، اتركه لكم للدراسه.